ورد في الحديث الشريف: حب الدنيا رأس كل خطيئة. الذي خلق الدنيا وهو الله سبحانه وتعالى خلقها للاختبار والامتحان، وخلق من في الدنيا وما في الدنيا للاختبار والامتحان، كما ورد التصريح بذلك مكررا بتعبيرات مختلفة في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة. وخلق الآخرة الله تعالى للحساب والجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.